وبنشتغل بالعنب الصبح الساعة 6-7 بنجي لهون نشتغل شي 11 نترك الشغل يعني ديارتنا مشهورة بالكروم هيك شي بالعنب يعني مشهورة والله بالعنب ناخدوه على البيت عنا أصحاب البيت هنيك بيعملوا شو اسمه سجق ودبس كمان بيعملوا سجق ودبس وفي منهم بيبيعوا بياخد على العفرين ورا هلا موسم عنب كان بالربيع موسم ورا خلص بلشنا موسم عنب منه بيبيعوا ومنه للمعصرة منه بيعملوا سنجاق منه بيعملوا دبس يعني بيطلع منه كذا موسم فيه يعني النظيف عم ناخذه على العفرين على سوق الهال عم بيعهم هنيك والله العنب عم نروح نحن على سوق الهال عندك بلدي ما بين 10-11 ليرة مشان نكون صريحين يعني وعندك زحلاوي يعني ما بين 13-14-12-15 يعني اذا كان نظيف نظيف بيصير على 6 هذا نادرا يعني قليل ما يصير على 16-17 الكيلو جمال مول
شغل برمي ودارينا. علي يا علي عليكم السلام. والله نحن بضيعة شيخ محمد لي وعم نحوش عنب هون. نحن عمال يعني باليومية عم نشتغل، عم نحوش عنب ومثلا عم نبيع على البازار، بيجوا بياخذوا مثلا سيارة على البازار بيبيعوا كل شيء. هذول نحن هون بشيخ محمد لي، يعني نحن عمال يوميتنا 100 ليرة عم نشتغل، ويعني هذا هو الشيء. والله عم نشتغل يعني حسب السلات اللي عم يعبوهم، مثلا قديش عم يطلعوا ما بعرف، كم طن عم يطلعوا بالنهار ما بعرف، بس يعني عم يبيعوا مثلا خيون. عم نشتغل من ساعة تقريبا واحدة ونص لستة، هيك شي عم نشتغل، ستة سبعة تقريبا عم نشتغل. هذا هو شغلنا. والله شوي يعني بتعرف دنيا شوب وكل شي، يعني واحد بيتعب، يعني شلون ما بده يتعب، بده إجباري بده يتعب. Let me have you.